كلام في الحب والزواج مهم يا ناس، للشباب ذكور وإناث. أما الشباب الذكور هم بداية الكلام. أنت شاب بتحب فتاة وبتتمنى تكون لك شريكة حياة والظروف مسامحة ليك تتقدم ليه أمام خلق الله، ورحت للناس ورحبوا بيك بكل كلام، تبقى تحافظ عليه وتوفي بعهدك، وبعد الزواج يكون ده دايما في بالك مدام الاستمرار موجود بعون الله، ويكون ده في فكرك حتى البقاء لله. ولو الظروف بعد التفاهم في اي حال قالت يا عم مفيش نصيب في الزواج منك او منها، عايزك تفهم الكلام، احمد ربك وما تعرضش باي حاله، ده خير ليك وفي كل حاجه، لان الصبر على ظروف الحياه هو الانتصار للانسان في كل حاجه. وكنت بتحبها ادعو له بالتوفيق حتى لو هي سبب في الفشل باي حاله، ويوفقك ربنا في اللي جاي لانك عملت الصح في كل حاجة، وما تندمش وما تزعلش على اي حاجة كانت خسارة لك في هذا الوضع، يمكن بعدت عنك بلوى كبيرة في اي حالة. ولو انت شاب وبتحب فتاة والظروف مش سامحة لك تتقدم لها، اذا كانت الظروف ديت عندك او عندها احمد ربنا وابعد عنها، وشوف الظروف هتسمح لك فين بعدها. واللي بيحب انسان يتمنى له الخير اذا كان معاه او مع الغير، والصبر في كل الحالات هو الانتصار للخروج من الازمات بدون اي دمار. افهمني ايها الشاب وابعد عن التفاهات، وسيب البنت تشوف مصلحتها وشوف مصلحتك انت في اللقات، واللي ما ترضاهوش لاختك ما ترضاهوش لاي بنت من البنات، وللبنت اللي جاله فتى الاحلام ومشيت الحياه وكانت سعيده بهذا لانه تقدم لها واهلها وافقوا والناس شهدت على هذا الكلام، وبعد كده الحال وقف لأي سبب وتفشكل الاتفاق بعد تفاهم الجميع، يعني مفيش نصيب وبالنسبة له ده غم. اصبري أيها الفتاة، ربما هذا لك أرحم من غم أكبر لو تم هذا الزواج، وتأكدي أن الصبر على القدر سوف يأتي لك بالأفضل إن شاء الله. وإذا كنت فتاة ولم يأتي لك حتى الآن فتى الأحلام الذي تتمنيه وأتاك غيره ومعظم الناس من حولك شكرت فيه، الأفضل لك أن تفكري في هذا الحال، ربما يكون أفضل لك من فتى الأحلام. وفي كل الحالات حافظي على نفسك وشرفك، لا تفرطي فيه أيها الفتاة، هذا هو الانتصار مع الصبر على أي حال أنت موجودة فيه. أرجو أن تفهموا كلامي أيها الشباب ذكور وإناث، لأن مشاكل الحب ومشاكل الزواج يجب أن يكون لها عندكم وقفة تنتهي في الحال بدون أي مشاكل لأي طرف من الأطراف، وتصبروا على الظروف حتى تستمروا جميعا في أي ظروف.